قد مرة فكرت تحط نفسك مكان الحلاق اللي دائما تروح تحلق عنده؟ أتوقع لا. قد مرة سألت نفسك ليش ما في حلاقين سعوديين؟ إذا أنت مفكر أو قد فكرت إنك تفتح حلاق أو تصير حلاق، أنا جايب لك لعبة اليوم اسمها باربر شوب، ترجمتها حرفياً الحلاق. فإذا أنت مفكر تفتح حلاق، تابع المقطع هذا وإن شاء الله بتستفيد. أوكي، اللعبة اليوم مرة بسيطة. أنت عندك حلاق، تحاول تحلق للناس تاخذ فلوس عليها. فخلنا نبدأ مع أول واحد نحلق له اليوم. يبغى بس دقن خفيف زي ما هو مكتوب هنا، يبغى بس ديرتي على قولتهم، فنحلق له على السريع. انا من الناس اللي يكره يروح الحلاق ويجلس يسولف مع الحلاق، لانه ما احس انه مضيع الوقت صراحه. احاول اتجنب اني اسولف مع الحلاق، ابغى يخلص شغله بسرعه. انا جاي ابغى احلق، ما ادري وش وراه، خصم مني $5، يمكن عشان يبغى يحلق خشمه فينش. اوكي، اعطينا ديرتي. اوكي، برفورمانس وضعنا في الستريم. كم بيعطينا على كم دولار؟ $45. اعطاني اي، بس ليش خصم مني 5؟ ما اعرف ليش خصم مني 5. خلينا ناخذ الكليبرز سيلفر. يس، اللي بعده. اوه، هذا يبغى ذا بيبي. ايزي ذا بيبي. اوه اوف، شلنا له شوي من راس من اذنه. الماكينه ذي احلى من اللي قبل مليون مره. ايش دعوه يا اخوي؟ ايش تسوي لامك؟ شعرك هنا ما ينشال. جالس يخصم علي، ايش تسوي لامه؟ شعرك ما ينشال ورا يا اخي. تخيل كذا تخصم على حلاق، اذا غلط في شيء تخصم عليه على طول. اتوقع مستحيل تصير. الحلاقين هنا في السعوديه يخوفون يا اخي، الا اذا انت مطيح ميانه مع واحد فيهم على شيء ثاني. اوكي، هذا ما ينشال ذا. اوكي، انشال اخيرا. انقلع يا شيخ، انت راسك الخايس اللي ما يتحلق. اطلع وجهك ورع، قهرني. كم خصم علي؟ 15 الظاهر الكلب. 20 بعد دي. انقلع بس منك، انقلع يا ورع. يبغى لي ادور لي حلاق. اوه، هذا يبغى ذا ولف. هذا يبغانا نخليه للدقن. يا حيوان يا حيوان. اوكي، اتوقع اني جبت العيد. الحين يبغانا نخفف له من هنا. ليتك تقدر تسوي زوم يا شيخ. اتوقع هو ما يبي اللي في النص، فخلني اشيلها. وهذا يبغاه ديرتي، ما يبغاه. لا يا ماكينه يا غبيه بالله، هذا شلون الحين اطلع من الحلاق؟ هذا واحد يعلم شلون اطلع هذا من الحلاق؟ اتوقع عرفت الحين الجواب ليش ما في حلاقين سعوديين. انا اسف والله يا صديقي، لعنت ام وجهك، معليش والله. ام فيري سوري. انا اتفهم اذا ما راح تدفع لي ولا ريال. والله ادفع لي والله. اعطاني دي. متقبل في الموضوع، متقبله في الشباب. ولو في السعوديه انجلدت ام ولا حد. واو، بتستاهل اذبح، يمكن انقتل على ذا الحلاقه. اوكي، هذا يبغى الشنب اللي كذا، ما ادري شلون هذا بيصير، بس نشوف الحين ان شاء الله نقدر نضبطه. يا رب يبغى شنب مره طويل، فنشيل له الدقن اول شيء، بس ما نشيل له كل الدقن. نتاكد انه يبغى بس، نتاكد انه بقي بس شوي من الشنب. خلينا نشيل الدقن من هنا. اوكي، شيل هذه بنت الكلب. اوكي، ما يبي السكسوكه هو كذا، وضعنا في السليم. اتوقع هذا الشنب اللي يبيه هو اظن. خلينا نبدا نحلق له الحين نشوف. خلينا نحول على الصغيره. انا مره قامط الحين. تكفى قل لي ان هذا الشنب اللي تبيه، يرحم امك، لاني والله حاولت صراحه. او شلت له شوي من الشنب، الشعره قهرتني. اوكي، خلني اشوف. يا رب انه هو، يا رب انه هو. تكفى يرحم امك. اتوقع كل حلاق يا رب هذا اللي يبغاه، يا رب هذا اللي يبغاه. بي حلو، بي بس معقول، 100 100. اخر زبون خلاص بنسك. اوكي، اصعب زبون ذا شكله بيطلع. ام القهر، ليش قلت انا اخر زبون؟ انا اقول نبدا مع الاذن الخايسه اللي ورا هنا. اوكي، هو يبي الشنب، فنخليه للشنب. هذا يبغى لنا نشيلها بالموس. اوكي، اتوقع انه كذا ممتاز، بس هذا اطول من ذا يا اخوي. خلينا نخفف له يا شوي. انا قهرتني هذه، ابى اشيل امها لو اخسر كل فلوسي. اوكي، شلنا له. انتبه من الشنب، وراه طفت الاغاني. اتوقع انه كان يبغى في النص يكون فيه زي التفله الديرتي. اوكي، ان شاء الله هذا الشعر اللي تبيه يخص صديقنا. بس انا معليش نسيت التفله نسيت احط لك اياها، ترى معليش حاطين لك 3 شعرات هنا على جنب. والله صعبه يا اخي شغل الحلاقه، مو بسهل. بي، اوكي معقول، بي ماينس، حلو والله، مره ممتاز. اوكي يا مزز، انا اشوف انه وقت مناسب نوقف هنا يا اخي. صدق والله يا اخي شغل الحلاقه ما توقعته كذا صعب. هذه لعبه طبعا، مو بصدق، لو صدق والله كان انجلدت والحين ميت الظاهر. هذه لعبه خفيفه ولطيفه، موجود رابطها تحت الديسكربشن اذا حاب انك تلعبها. لعبه مجانيه طبعا. اتمنى انه المقطع عجبكم، اذا عجبكم لايك جدا يفيد. الله يعطيكم العافيه على الدعم اللي دائما تقدمون لي اياه. ابى اشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجايه. تيك كير، كيب سمايلينج، السلام عليكم.